حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. ونخصص هذه الحلقة للوقوف على مستجدات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، والتي شهدت هجومين استهدفا منشأتين عسكرية وأمنية صباح اليوم. قالت مصادر أمنية وطبية أن عدد ضحايا هجوم ميليشيا الحوثي على معسكر الجلاء في عدن ارتفع إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن من بين ضحايا قيادات أمنية وعسكرية. وأعلنت ميليشيا الحوثي تبنيها لعملية استهداف معسكر الجلاء أثناء تنظيم عرض عسكري لقوات الدعم والإسناد لتخرج دفعة جديدة من قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا. الحكومة في بيان لها وصفت هجومي ميليشيا الحوثي على معسكر الجلاء والسير المفخخة في عدن بالعمل الإرهابي، مشيرة إلى أن تزامنهما يؤكد أن مصدرهما وغايتهما واحدة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما دلالات وأبعاد عودة التفجيرات والأحداث الإرهابية في العاصمة المؤقتة؟ وما مخاطر تكرار استهداف ميليشيا الحوثي لقوات الشرعية في المناطق المحررة؟ تعود الانفجارات والأحداث الإرهابية الدامية إلى عدن وكأنها تحررت للتو وتعيد لملمة ذاتها وتلتقط أنفاسها بعد المعارك وليس بعد 4 سنوات من التحرير. هجومان منفصلان في وقت واحد استهدفا منشأتين عسكرية وأمنية في عدن التي توشحت سواد الحزن بمقتل وجرح العشرات من جنودها بالقرب من مركز شرطة الشيخ عثمان. وأثناء توافد الجنود إلى الطابور الصباحي انفجرت سيارة مفخخة في بوابة المركز لتسفر عن قتلى من الجنود وتصيب أكثر من 20 آخرين. الهجوم الثاني استهدف عرضا عسكريا في معسكر الجلا بصاروخ وبطائرة مسيرة خلال تخرج دفعة من قوات الحزام الأمني في مديرية البريقة. أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى خلفهم الهجوم، من بين القتلى قائد قوات الدعم والإسناد العميد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة. عبر قناة المسيرة قالت ميليشيا الحوثي إنها استهدفت بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة مسيرة عرض معسكر الجلا بالبريقة. اختراق أمني لعمق العاصمة المؤقتة يأتي بعد إعلان أبو ظبي تغيير استراتيجيتها بشأن الحرب في اليمن فضلا عن إدارتها للملف الأمني في عدن. كما ينذر هذا الاختراق بخطر داهم وتحول مخيف في جغرافيا الصراع والحرب، ويثير الكثير من التساؤلات المبهمة كتلك التي أثيرت بعد حادث استهداف القيادات العسكرية في قاعدة العند الجوية. تتشابه أحداث البريقة والعند كثيرا من حيث آلية الهجوم والتوقيت وضعف الدور الأمني والاستخباراتي في المناطق المحررة، فيما بات من المؤكد أن عمليات الحوثي لن تتوقف في ظل هذا التراخي وتشتت القرار العمليات للشرعية عن استهداف المصالح العسكرية والحكومية. إذن نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا بك وتحية لك ولضيوفك الكرام. بداية، كما شاهدنا وتابعنا اليوم في حوادث اليوم، هجمات الحوثيين ضد قيادات الشرعية كانت بالأمس ربما في العند، اليوم باتت داخل العاصمة المؤقتة عدن وفي عمق العاصمة عدن. كيف يفهم هذا التمدد الحوثي والعجز في إيقافه؟ أولا بالنسبة للحادث نفسه، تم استخدام حسب اعتقادي يعني الحوثي والدعاء، لكن اعتقادي أنه صاروخ كروز الجوال الذي استهدف مطار أبها قبل نحو شهر. العملية حق اليوم تختلف أكثر تطورا من العملية التي استهدفت قاعدة العند. الذي استهدف قاعدة العند هي طائرة مسيرات كان تأثيرها محدود، أقل من تأثير اليوم. لكن بالنسبة لليوم تطور رهيب جدا بمقارنة بحادث العند. هنا استخدم صاروخ جوال ثقيل جدا للغاية، وربما أن هذا الصاروخ اعتمد على الشرائح، لأن الشهيد أبو اليمامة لم يقتل في مكانه أو في المنصة، وتم خلف المنصة وتم استدعاء إلى خلف المنصة نتيجة حسب ما
تناولت وكالة الأنباء أنه ترجى الاتصال، اتجه إلى مكان معين للإجابة على الاتصال، وهنا الصاروخ قصف التقط في نفس النقطة التي كان فيها الشهيد أبو اليمامة. الذي أعتقده أنه تم الاستهداف عبر شريحة التلفون، أو تحديد الهدف عبر شريحة التلفون. هذا يعتبر تطور كبير جدا لصالح الحوثي. طائرة المسيرة التي قصفت، وطبعا هذا ثاني صاروخ من هذا النوع استخدمه الحوثي، استخدمه ضمن حشاش في قصف مطار أبها. الصواريخ الكروز هذه لا يمكن التصدي لها اطلاقا. هناك نظام روسي فقط يسمى نظام تور الروسي للتصدي للصواريخ الجواره، لكن الحقيقه انه لم يتم تجربته حتى الان. الوضع يعتبر كارثي يعني بشكل عام، سواء في تطور الهجمات نحو السعوديه او في تطور الهجمات يعني التي تزدادت التشكيلات القتاليه المناوره للحوثي، سواء كانت تشكيلات تابعه للمجلس الانتقالي او للشرعيه. المهم نتمنى ان يتم تطوير المنظومه، لان لا يمكن الرد او اعتراض هذا النوع من الصواريخ الا اذا امتلك التشكيلات القتاليه المناوره للحوثي منظومات هاجمه الحوثي لتنتقم. طيب انت استاذ عبد العزيز بدات تتحدث بتفاصيل ربما مهمه، هي تفاصيل عسكريه وهي محل نقاش طوال اليوم كانت في وسائل التواصل وفيما بين الناس حول تفاصيل هذه العمليه، ساعد لاناقشك في هذه التفاصيل، لكن نرحب معنا ايضا من الرياض بالقيادي السابق في المقاومه الجنوبيه وامين عام حركه النهضه الجنوبيه الاستاذ علي الاحمدي. اهلا بك استاذ علي. اهلا وسهلا اخي الكريم، اسعد الله مساكم جميعا استاذ المشاهدين. في بيان اخير استاذ علي لوزاره الداخليه تم تأكيد سقوط 49 جندي ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها اليوم العاصمة المؤقتة عدن ما بين معسكر الجلاء ومركز الشرطة في الشيخ عثمان. بداية تعليقك على هذه الحوادث. أولا نتوجه بالتعازي الحارة لأهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا في هذه الحادثتين، ونسأل الله العلي القدير أن يسكنهم في جناته ويتقبلهم شهداء، ونعزي أبناء الوطن جميعا في هذا المصاب. ثانيا ما حصل هو يعتبر اختراق أمني، ونقول أنه نحن لا نزال في المعركة التي بدأت منذ الانقلاب في سبتمبر 2014، ولا نزال يعني نخوض هذه المعركة. ربما حصل هناك بعض نقول التراخي الذي أدى إلى تشتت الأهداف وإلى تعدد الرؤى، مما أضعف جبهتنا الداخلية وأعطى مزيد من القوة و ترتيب الصف للعدو، ففاجأنا بمثل هذه العمليات التي هي ليست الأولى من نوعها. سبق أن حصلت عمليات في قاعدة العنب وغير ذلك، وصل أيضا يعني خطر هذا العدو إلى الدول الشقيقة في التحالف، وبدأ يعني طولانه يزداد و يعني ترتيب صفوفه يقوى، ونحن نريد أن نلملم جراحنا وأن نتمسك برباطة الجيش، وأن نعيد النظر في طريقتنا في جبهة الشرعية وما يدور فيها وما يدور داخلها من تباينات أدت إلى ضعف وخلخلة، بينما الجبهة الأخرى يوجد لديها تماسك، يوجد لديها وضوح في الهدف، يوجد لديها قيادة واحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقف جبهة مخلخلة لها عدة أهداف، لها عدة قيادات، لها عدة أطراف متباينة، أن تنتصر على جبهة موحدة ذات رؤية واحدة ومشروع إقليمي يستمد قوته من عدة جهات وعدة دول. هذا هو الدرس الأهم الذي ينبغي أن نقف عليه، ويفترض
أن تكون الأحداث التي مضت في السابق أعطتنا يعني عظة وعبرة، ولكن مثل فاجعة اليوم المؤلمة التي ارتفع فيها العدد قرابة 50 قتيل بينهم قيادات بارزة في الحزام الأمني. طيب أستاذ علي، إذن الفواجع في معسكر الشرعية تستمر وتتواصل، هذه ليست العملية الأولى كما ذكرت، وكما هو معروف هناك كانت عمليات سابقة تحدث في، لكن هذه المرة ربما تطور أنها في عمق العاصمة المؤقتة عدن. لماذا لا يحدث تغير في الأداء؟ لماذا هذا التصاعد في الخطورة من قبل ميليشيا الحوثي في عملياتها دون أي تغير ربما في الموقف من قبل الشرعية؟ طبعا لن أتحدث في الجانب العسكري لأن له مختص فيه، ولكن أنا أتحدث عن الجانب السياسي الذي هو الأهم في كل ما يجري في هذه الحرب التي أرهقت اليمن ويعني وصل ضررها إلى دول الجوار. أن هناك خلل بين وواضح منذ الأيام الأولى أو بعيد تحرير مدينة عدن بدأ يتضح هذا الأمر، وهو عدم الانسجام التام بين مكونات الشرعية، صف الشرعية الذي يضم التحالف والشرعية والحراك الجنوبي والمؤتمر الشعبي الذي خرج من صنعاء وغيره من القوى التي يعني انضمت للقتال الحوثي. عندما نلقي نظرة عليها الآن نجد أن هناك لا يوجد يعني الترابط الكافي، يعني هناك قوات في الساحل الغربي لا ترتبط مباشرة بالشرعية، أن يوجد هناك قوات تم إنشائها في العدن وفي المحافظات الجنوبية في حضرموت وفي شبوة وغيرها لا يوجد لها قيادة موحدة. يوجد أيضا عمل سياسي غير واضح، يوجد استهداف لمكونات من مكونات الشرعية، بعض الأحزاب السياسية من داخل بعض دول التحالف وبعض أجهزة الإعلام، و هناك ايضا اغتيالات، هناك تجريف للعمل السياسي داخل المناطق المحرره، هناك ارباك داخل المناطق المحرره يعني وعدم استقرار. كل هذه الامور يعني بالتاكيد ستنتج ما نعيشه الان من تغول لدى وفولان وعدوان من قبل الميليشيا الانقلابيه التي تستمد قوتها وتستمد هذا الثقه التي يتحدثون بها من يعني تشتتنا وتفرقنا. طيب هي تستمد هذه القوة الواحد، لأن الخلل اليوم ربما يتحمل مسؤوليته الشرعية من التحالف. أنا أحمل الطرفين بدرجة أساسية. الشرعية وإن كان هناك لدى التحالف قصور وأخطاء إلا أن هي المسؤول الأول، وبإمكانها أن تدير الأمر بأفضل مما حصل الآن. يعني رأينا أداء باهت، أداء ضعيف جدا في الجانب السياسي، في الجانب الخدمات، في الجانب حتى الدبلوماسي، هناك أداء ضعيف يحتاج إلى إعادة تقييم لدى الشرعية. وأيضا طيب. تبقى معنا أستاذ علي، نعود طيب أنت ربما أشرت الكثير من النقاط المتعلقة بالجوانب السياسية، نعود للتفاصيل العسكرية ربما مرة أخرى للمحلل العسكري عبد العزيز الهداشي من الرياض. أستاذ عبد العزيز، في إطار الحديث اليوم عن اختراق أمني، أن نتيجة ما حصل اليوم هو ربما قد رجعوا الكثير لوجود اختراق أمني، وأيضا الحديث عن كثير من التفاصيل الأمنية، لماذا منظمة الباتريوت لم تعمل وما إلى ذلك من التفاصيل، أنت كنت أشرت ربما لبعض هذه الجزئيات، لو تكمل فيها فقط. أولا الحوثي يستخدم ثلاث وسائل للهجمات الطائرة. أول حاجة طائرة المسيرة، هذه الطائرة المسيرة لا يحدث الرادار ولا يتم التصدي لها اطلاقا يعني بالبتريون. الطائره هذه يتم التصدي لها فقط بالاسلحه الشخصيه او الرشاشات المضاده للطائرات فقط، انما تراب العين المجرده ولا يمكن استخدام البتريوت لها اطلاقا. قد تقول او قد تسال لماذا استطاعت ايران ان تسقط طائره مسيره في مياه الخليج بصارو؟ هذه تلك الطائرة حجمها كبير جدا، يعني توازي أو تساوي حجم الطائرات الحربية الأخرى، وبالتالي لها بطمة رادارية ويلتقطها الرادار وبالتالي يتم اسقاطها عبر الطواريخ. الطائرة المسيرة التي يستخدمها الحوثي طائرة صغيرة، حجمها الراداري صغير جدا فلا يلتقطها الرادار وتكون قريبة من سطح الأرض، وبالتالي لا يمكن اطلاق صواريخ بتريوت او غير بتريوت عليها. قيل ان العملية ايضا فيها طائرة مسيرة وصاروخ ايضا.
صواريخ ايضا استخدمت في العمليه غير الطائره المسيره. انا جاي لك، انا من قزانيه، هي الصواريخ البالستيه. الصواريخ البالستيه هذا لها بطن راداريه كبيره وبطيئه نسبيا، ويمكن ربطها بالرادار وبالتالي يمكن اصطيادها بالبتريوز. النوع الثالث من هذه الراجمات يتم استخدام صواريخ كروز الجوال، وهناك نسخه ايرانيه اعتقد ان هذا الصاروخ من قريب منها اسمه صاروخ سوما الايراني. صواريخ الجوال هذه تكون تنطلق قريبا من سطح الارض، بمعنى انها ان الرادار لا يمكن ان يلتقطها اولا، وتمر او تعبر عبر المنحنيات، بمعنى لو كانت في سهل عبر البحر يمكن ان ترتفع من البحر عده امتار فقط ولا يمكن التقاطها في الرادار، فاذا صادفت امامها جبل فانها تنحني او ترتفع بشكل موازي للجبل وثم تهبط وهكذا تمشي حسب التضاريس والجغرافيا، وبالتالي من الصعب جدا هناك نوع من الرادارات الروسيه تلتقطها، لكن غالبا لا يتم التقاطها. وبالتالي عندما يعيد الرادار عن التقاطها لا يمكن للبتريوت مهاجمتها او الانقضاض عليها، وبالتالي النوعيه هذا من الصواريخ هي صغيره الحجم غير مؤثره في حال استهدفت منشات حيويه كالمطارات وغيرها، ولكنها تشكل ازعاج، وبالتالي غالبا تستخدم هذه الصواريخ الكروز الجواله لعمليه الابتيال او لضرب اهداف مؤثره صغيره الحجم. لكن خطوره هذا النوع من الصواريخ الجواله انها اذا استهدفت منشاه حيويه بكميه كبيره، لو تتذكر انه اول صاروخ استخدم العوديون هو ضد مطار ابها، وكان البتريون عاده ما يتصدى للصواريخ البالستيه، هذه لا يتصدى لها. العيب الوحيد في هذه الصواريخ ان الراس المتفجر لا يتجاوز 200 كيلو جرام، وبالتالي فان تاثيرها محدود جدا للغايه. وبالتالي القول ان البتريوس لم يتصدى لها هذا امر طبيعي ومنطقي، كونه ليس لها بصمه راداريه وكونها تحلق على ارتفاع قريب جدا من الارض، لا يمكن التقاطها اطلاقا. نعم. طيب سعد، ساعود لك واعود مره اخرى للاستاذ علي الاحمدي من الرياض. استاذ علي، اختراق الميليشيا اليوم لسماء وامن العاصمه المؤقته، الى اي حد يهدد بعوده الميليشيا من جديد في ظل حاله التشتت والتراخي الموجوده وتحديدا تشتت العمليات داخل الاجهزه العسكريه والامنيه؟ بالنسبه لعوده الميليشيا لا اتوقع ان يكون هذا بالامر السهل، فسرعان ما سيعود الناس للالتحام والاتفاق مجددا، وهذا ما ندعو اليه دوما ان نعود الى ما كنا عليه في بدايه الحرب في 2015 عندما كان ابناء محافظه عدن والمحافظات المجاوره كلهم صفا واحدا ضد عدو واحد وتحت رايه الشرعيه. لكن نحن نريد ان يكون الامر من الاعلى من القياده ان ننظر الى المساله من باب تصحيح العلاقه ما بين التحالف والحكومه الشرعيه حول طريقه اداره المناطق المحرره. ما حصل في السنوات الاربع كان يعني شيء لا يشجع ولا يساعد على هزيمة المشروع الحوثي، جعل عدن غارقة في وضع أمني غير مستقر، قتل الحياة السياسية داخل مدينة عدن، ضياع وغياب مؤسسات الدولة سواء أمنية أو حكومية، تفشي التردي في الخدمات، أيضا غياب الدور الحكومي بشكل واضح، بقاء الحكومة أسيرة في داخل معاشيق، عدم فاعليتها في إدارة شؤون الناس، كل هذه الأمور، عدم توحيد مصادر الإيرادات، يعني لا تزال إلى الآن الإيرادات في المناطق المحررة ضائعة بين يعني أمراء مكونات أمنية هنا وهناك. الأمر هذا إن لم تكن هناك وقفة جادة من قبل الحكومة الشرعية والأشقاء في التحالف لإعادة تصحيح الطريقة التي تدار بها المناطق المحررة،
فإن الخطر سيكون قائم. لكن إذا وأمر بسيط يعني يمكن إصلاحه ويمكن إعادة الأمور إلى نصابها وبقوة الشرعية داخل المناطق المحررة، هذه ستكون هي الخطوة الأولى والمنطلق للتصدي لهذا التغول الذي هو في الحقيقة لن يكون خطرا ومخيفا لولا الضعف الذي نعيشه. طيب سأعود لك أستاذ علي، رحب بضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن رئيس تحرير صحيفة عدن 24 مختار يافي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا فيك. بداية، من المستفيد اليوم من إغراق عدن بالفوضى، وما هي الرسائل التي أرادت ميليشيا الحوثي إرسالها بهذه الهجمات الإرهابية؟ أولا دعني أعزي شعبنا في الجنوب العربي و استشهاد القائد البطل العميد منير اليافعي ورفقائه الذي استشهدوا اليوم سواء في معسكر الجلاء أو في شرطة عمر المختار. أما بالنسبة لمن المستفيد أو من يقف وراء هذه العملية، قد أعلنت ميليشيات الحوثي عملية استهداف معسكر الجلاء، ولكن لو رجعنا إلى بيان المجلس الانتقالي الذي كان واضح أنه سيكون في انعقاد دائم وأن يحمل في طياته، أن قد يكون هناك من يكون واقفا مع هذه الميليشيات أو في تنسيق، وبالذات عندما نتحدث عن العميد منير اليافعي الذي تحدث صراحة أنه مستهدف من قبل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي والجماعات الإرهابية التي قاتلها وطهر عدن وأبين من الجماعات الإرهابية. هذا كل هذه المؤشرات تقول أن هناك تنسيق واضح بين الميليشيات الانقلابية الحوثية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. طيب أستاذ مختار، الميليشيا تبنت اليوم هجوم الذي حدث في العاصمة المؤقتة سواء في معسكر الجلاء أو في قسم الشرطة، هل برأيك الميليشيا اليوم ما تزال تحلم بالعودة إلى عدن والمناطق الجنوبية، والبعض اليوم لماذا يحاول حرف مسار المعركة ويتجاهل الإشارة للميليشيا المسؤولة؟ الميليشيات الانقلابية بالأكيد هي لا زالت تحلم بالعودة إلى الجنوب، ولكن كما تحدثت وكما أشرت هو حلم بعيد المنال أن تعود إلى الجنوب، فمن خرج منها مذلولا لن يستطيع العودة إلى المحافظات الجنوبية. كل ما تستطيع العمل عليه هو استهداف المناطق الجنوبية في الصواريخ البلستية، وطبعا بتنسيق وتعاون مع شركائهم سواء من القاعدة وداعش وجماعة الأخوان المسلمين المتواجدة لا زالت في الجنوب، والتي يطالب الشعب إخراجها من العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية. صحيح، لكن هذا الحلم يبدو أن هناك وفق المؤشرات الحالية والتصعيد أستاذ مختار أن هناك تقدم. العملية السابقة كانت ربما في العنب، اليوم العملية الحالية التي نتحدث عنها داخل عمق العاصمة المؤقتة. نحن لا نتحدث عن تقدم، أنا كما أشرت هو استهداف تصاعد في المخاطر. بعض المصادر قالت أن الصاروخ تم إطلاقه من محافظة تعز من المناطق التي لا زالت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وهي قريبة جدا من العاصمة عدن، وبالتالي كل العمل الذي تقوم فيه هذه الميليشيات هو عملية استهداف بالصواريخ بلستية كانت بيد الحكومة الشرعية وكذلك التي لا زالت تستلمها من إيران وبعض الدول التي تدعم. وأنا أتحدث هنا يعني بصريح العبارة عن التواجد أو الدعم القطري للميليشيات الإرهابية والإخوان المسلمين، وكذلك وجود تعاون ودعم تركي لهذه الميليشيات الإرهابية. طيب سأعود لك أستاذ مختار، أعود للأستاذ عبد العزيز الهداشي إذا كان لك من تعليق على حديث الأستاذ مختار اليافعي، وأيضا برأيك ما العوائق اليوم التي تحول دون تأمين العاصمة المؤقتة بعد 4 سنوات من التحرير؟ أعتقد اتهام الإخوان المسلمين أو تجمع اليمين الإصلاح وأنا عملا وراء وزيادة الأعداء،
لا بد اكلم الاخوه في الضيف الانتقال الجنوبي على انه التشكيله او للجميع ان التشكيله القتاليه الرئيسيه اللبناني غير الحوثي والموجوده على الارض هي تشكيله التائب التابع للتجمع اليمني للاطلاع وتشكيله التابع للمجلس الانتقالي. وبدلا من ان يتوحد هذا الفصيل الى الرئيسيين الاصلاح والانتقالي في مواجهات في مواجهه الحوثي او ان الحوثي سوف ينفرد في كل واحد منهم ويقضي عليهم. اقول للجميع يعني قضيه اتهام الاصلاح دائما وتكرار هذا النغمه امر غير متناسب، والكل يعرف ان الحوثي عدو للاصلاح، والجميع يعرف انه تم اسقاط صنعاء بحجه اسقاط الاصلاح، وما زالت الماكينه الاعلاميه شغاله ضد المكينه الاعلاميه الحوثيه شغاله ضد الاصلاح. يجب ان نراجع المواقف ان يراجع المجلس الانتقالي يعني. طيب اشكرك جزيلا استاذ عبد العزيز الهداشي. طيب شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز، لم يتبقى لدي سوى دقيقتين، شكرا جزيلا لك. في دقيقه ايضا اختم مع الاستاذ علي الاحمدي، في الوقت الذي تقول فيه ان لديك ربما نسبه كبيره من التفاؤل انه سيتم استثمار ما حصل وتوحيد الصفوف داخل الشرعيه ل يعني استكمال معركه استعاده الدوله، ربما الاستاذ مختار اليافعي يشير الى نقطه ان ما حدث اليوم هو دليل ربما على استمرار ووجود تنسيق ما بين الميليشيا الحوثيه وكما قال جماعه الاخوان المسلمين والقاعده وباقي الجماعات الارهابيه في حوادث اليوم، ما ردك؟ مهما يعني اختلفنا ومهما تباينت الرؤى لا يمكن ان يجادل احد ان العدو المشترك العدو الواضح هو الحوثي ومن ورائه المشروع الايراني. قد يكون لدى البعض بعض الخلافات الحزبية أو السياسية أو وجهات النظر المتباينة، قد ترمى اتهامات هنا وترمى اتهامات هناك بدون دلائل ودون بينات، لكن الذي لا يمكن أن نختلف عليه وهو الجامع بيننا أن ولا أظن أحد ينكر هذا أبدا، ولم أسمع أن أحد يقول أن الحوثي ليس عدو وأن ليس هناك مشروع إيراني واضح المعالم. ما دمر أكثر من 4 دول عربية واليمن تسير في هذا المسار، لذلك علينا ان نقف في النقاط المشتركه والمربع المشترك وهو مواجهه الانقلاب الحوثي والتمدد الايراني ودحر هذا. اشكرك استاذ علي. وبعد ذلك يمكن ان تجلس جميع المكونات والقوى المختلفه والمتباينه في الاراء لحل جميع المشاكل الاخرى. شكرا جزيلا لك القيادي السابق في المقاومه الجنوبيه ومن عام حركه النهضه الجنوبيه علي الاحمدي من الرياض. اختم مع الاستاذ مختار اليافعي. اذا كما هو معروف ميليشيا الحوثي تواجه جميع اعدائها في المناطق المحرره بمستوى واحد ربما دون اي تفريق لا بين شرعيه ولا انتقالي جنوبي وغيرهم، الا يستدعي ذلك حدوث مراجعة واصطفاف داخل صف الشرعية ومن هم في عداء اليوم مع الحوثي تحديدا في المناطق المحررة؟ نعم أنا أتفق أنه لابد على الشرعية أن تراجع حساباتها. أما بالنسبة للمقاومة الجنوبية فهي لا زالت في الجبهات وتتحرك في الضالع وفي صعدة وفي كثير من المناطق وتقاتل الميليشيات الحوثية، لكن المخجل والمعيب أن القوى المصطفى بما يسمى الشرعية وهي بالحقيقة قد تم السيطرة عليها من جماعة الأخوان المسلمين هي بعيدة كل البعد عن العمليات العسكرية التي تواجه فيها الحوثيين، بل أصبحت وكثير من المصادر وكثير من التحليلات تقول أنه توجد شراكة واضحة وصريحة من خلال الرعاة الدوليين للحوثيين من جهة، إيران وللأخوان المسلمين قطر وتركيا هما الراعيان للأخوان المسلمين، وبالتالي أصبح العمل مشترك بين هذه القوى الدولية المعادية للجنوب والمعادية كذلك لليمن بشكل عام وحتى للمنطقة العربية والتحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين أذرع إيران في اليمن. طيب ماذا عن إشكالية تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وغرف العمليات؟ هي إشكالية، نعم حقيقة هي إشكالية، ولكن بالتالي من يتحمل هذه المسؤولية؟ هناك وزير داخلية وهناك مدير أمن في عدن وفي باقي المحافظات، وزير الداخلية بعيد كل البعد عن العمل، وهذا يعيب الشرعية لا يعيب القوات الجنوبية. يجب أن نكون واقعيين وواضحين في هذه الأمور، وبالتالي الأجندات الدولية التي دخلت
وخلخلة التحالف الشرعية هي من تتحمل المسؤولية، أو بالأصح الشرعية هي التي ستتحمل مسؤولية قبول هذه التداخلات الدولية التي أدت إلى ضعف الشرعية سواء في العمل العسكري أو حتى على مستوى العمل السياسي. شكرا جزيلا لك مختار اليافعي رئيس تحرير صحيفة عدن 24، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة زميل أمين بارقي. في أمان الله.